دي رابع سنة أنا أحضر فيها الدفات، فأونسلي التنظيم بتاع الدفات السنة دي كان مميز جدا عن السنين اللي فاتوا، من حيث التسجيل أو الريجستريشن بتاع الدكاترة والصيادلة، من حيث كمان الأماكن المتاحة للشركات إن هي تعرض البوث بتاعها أو الميتينجز أو البرودكتز بتاعتها، وكمان الدعاية للدفات سواء ثرو الإيميلز أو السوشيال ميديا كانت فعلا مميزة عن السنين اللي فاتت. شكرا على التنظيم الكويس اللي كان موجود، وأعتقد إن هم أفادوا ناس كتيرة، طلاب وصيادلة متخرجين وبرضو شركات أدوية. فثانك يو سو ماتش، وإن شاء الله نشوفكم السنة الجاية.